وتعالوا ناخد اول سؤال عندنا من الاستاذه منال. استاذه منال اتفضلي. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه منال. من فضلك والله انا كان عندي سؤال. اتفضلي يا استاذه منال. حضرتك انا ليا اخواتي 3 صبيان وانا البنت الرابعه الاخت الصغيره ليهم يعني. نعم. كان في الشقه بتاعت والدي الله يرحمه كانت ايجار من البنك باسم طيب. الورثه الشرعيين. طيب. جه البنك بعت لنا اتملكوها. فاحنا طيب. اتملكناها جالنا مشتري عايز يشتريها فالمشتري هو اللي اتملكها. المشتري لما اتملكها البنك ادهلنا ان احنا الاربعه شركاء فيها مش بورثه شرعيه. فكده هتتقسم ازاي؟ هتتقسم هل انا هاخد نص اخواتي ولا انا واخواتي احنا الاربعه زي بعض؟ مع اني يعني الاستاذ في الشؤون القانونيه بتاع البنك قال لي يا استاذه منال دلوقتي الشقه دي بقت شرك ليكوا انتوا الاربعه، انت واخواتك الصبيان الثلاثه. طيب يا بنتي انا عايزه اعرف عشان انا مش عايزه ادخل على بيتي ولا على اولادي اي قرش حرام. طيب يا ستي، اولا الشقه دي كانت شقه ايجار صح كده؟ وعقد الايجار بينتهي بانتهاء بوفاه الشخص الا ان يكون عقد الايجار ده عقد ممتد. الامر الثاني ان تحويل العقد ده بقى الى تمليك ثم بعد ذلك السماح بالبيع دوت ده امور اجرائيه تكون مع المؤجر وهي المؤسسه او البنك اللي عمل كده. ولذلك البنك لما حول عقد الايجاره ليكم انتوا عشان تبقى تتمكنوا من البيع للمشتري الجديد ده فاعطاكم العقد انتوا، ده من حقه لان العقد القديم قد انتهى وهو نقل العقد اليكم. وعلى ذلك فيبقى انتوا لما عمل كده صاحب العقد وحول العقد ده ليكم انتوا ده صحيح، والاموال التي ستاخذيها لان خلاص ده ما بقاش ورث لكن ده بقى عقد جديد بينكم وبين البنك، فبقى العقد الإيجارة ده ليكم أنتوا أو عقد التمكين ليكم أنتوا الأربعة مع البنك، ويبقى الأموال اللي هتأخدوها إن شاء الله أموال حلال وليس فيها شبهة.